السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ حنان الحناني. نتمنى من الله تكونوا بألف خير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحضر معكم الكيك العجيب. كيف ما كتلاحظوا كيجي هائل في المذاق وفي المنظر. ممكن تحضروه في دقائق معدودة بمكونات متواجدة في كل بيت، يعني بمقادير جد بسيطة ممكن تحصلوا على أروع كيك. والان اعزائي ندوزوا لطريقه التحضير. بالنسبه لهذا الكيك غادي نحتاجوا جوج كيسان ديال الدقيق. من الافضل الدقيق يكون مسمد شويه اي حرش، كاس ديال سكر حبيبات اي سكر خشن، جوج خمارات من وزن 8 غرام. غادي نحتاجو معلقة كبيرة ديال الكاكاو، ممكن تستعملو أكثر على حسب اللون اللي بغيتو نتوما. كنمزجو الكل. وكنضيف 5 المعالق ديال زيت المائدة. كيف ما كتلاحظوا هاد الكيك ما كياخدش معنا الزيت، يعني كمية الزيت كثيرة. 5 المعالق كافية. وكنضيف جوج المعالق ديال الخل. بالنسبه للخل هو اللي تيخلي الكيك ديالنا كيجي طالع مزيان، كيجي اسفنجي، كيجي خفيف. وفي الاخير كنضيف كاس ونصف ديال الماء يكون بارد للاشاره فقط. بالنسبه لهذا الكاس اللي عبرت به الماء راه عنده نفس القياس ديال الكاس اللي عبرت به الدقيق والسكر، يعني الكأس اللي تعبروا به الدقيق والسكر تعبروا به الماء. وتنخلط الكل جيدا بالطراب اليدوي حتى كيتمزجوا مع بعض. غادي ناخذ هذا المول اللي على هذا الشكل هذا. اذا ما كانش متوفر كتاخذوا مول عادي وكتوضعوا كأس في الوسط كيعطيكم نفس الشكل. وكنفرغ هذا الخليط ديالي في هذا المول. كيف ما كتلاحظوا الخليط كيكون خفيف شويه على الكيك يعني المعتمد اللي عندنا كان كيكون ثقيل شويه، هذا كيكون اخف منه بقليل. وكنشعلوا الفرن ديالنا وكندخلوا الكيك. كنخليه 35 دقيقه حتى ل 40 دقيقه دغيا كيوجد معنا. كيف ما كتلاحظوا كنخرجوه على هذا الشكل هذا. كيف ما كتلاحظوا كيك خفيف اسفنجي صراحه كيجي رائع. ورغم انه حضرناه بمكونات جد بسيطه كنحصلوا على كيك رائع. كنقلبوه في طبق التقديم، كنديروا الوجه ديالو من الاعلى، ممكن تزينوه من القفه ديالو اللي بغيتو نتوما. انا فضلت ان يعني نزينو من الوجه ديالو كيكون الوجه املس، يعني ما كياخذش معايا الشوكولا كميه كثيره. خديت شوكولا بيضاء اللي ذوبتها، ضفت ليها جوج معالق حليب، معلقه ديال الزيت، وضعتها في الوجه ديال الكيك. درت خطوط شوكولا سوداء وخططتهم هكذا غير بفرشيطه، عطاتني هذا الشكل الرخامي. صراحه كيجي شكل جميل. التزيين تبقى على حسب الرغبه ديالكم، على حسب الشكل اللي بغيتو نتوما. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا اللي حضرنا. كيجي رائع، كيجي غزال في المذاق وفي المنظر، رغم اننا حضرناه بمكونات جد بسيطه. نتمنىكم تجربوه، نتمنى هنا الاعجاب ديالكم. الى جربتوه وعجبكم ما تنساوش تخليو لي واحد الكومونتير، يعني محفز وتشجيعي. وكنشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالكم وعلى الوفاء والاخلاص ديالكم. ما تنساوش لايك الفيديو، والناس اللي ما اشتركوش يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكل جديد ان شاء الله. حاولوا تبارطاجيو مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده. دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم ان شاء الله.